السلام عليكم. حلقة جديدة عن عالم النفس فرويد. طبعا قوائم التشغيل بها تقريبا ست حلقات عن فرويد. وهو يوجد اكثر من حلقة يعني تقريبا 20 حلقة لربما موجودة عندي عند فرويد بسبب عدم وجود وقت كافي ما وضعت قائمة التشغيل. المهم هاي عدة حلقات ايضا عن فرويد، علم النفس، نظرية التحليل النفسي من اجل ان تكون قائمة تشغيل متكاملة عن كل هذه الامور، كما قائمة التشغيل عن حكمة الغرب، وعندي ايضا قائمة تشغيل مثلا عن دارون، نظرية التطور وغيرها. اذا نحن نعرف ان علم النفس يختلف عن سائر العلوم، كل الفروع الاخرى للعلم كل المعارف الاخرى، علم النفس يختلف عنها. كيف يختلف عنها على اعتبار ان علم النفس اكثر العلوم غموض اكثر لغز من ضمن كل هاي العلوم اقل جميع العلوم بالامكان ان نبرهن عليه علميا طبيعه هذا العلم لا مفر من الزوغان وعدم قبول التكهنات لماذا لان اصلا العالم النفساني يتناول لك اعظم الظواهر الطبيعيه غموض يعني أي نظرية بالكيمياء، أي نظرية بالفيزياء يمكن البرهن عليها، يمكن تحقيقها، يمكن نعرف صحتها من كذبها. بخلاف صحة أي نظرية في علم النفس. توديه طبيب نفسي ممكن يصير زين، ممكن توديه إلى دجال أيضاً بعد أسبوع يصبح هذا المريض زين، صحة جيدة، ما تعرف. إذاً من هنا نشأت عاصفة الجدل بين فرويد وبين المحللين النفسيين هذه العاصفه التي استمرت اكثر من 60 عام وبشكل عام سواء قبلت نظريات فرويد بشكل عام للمجمع العلمي او غيره سواء تم قبولها انه يمكن برهنتها يمكن البرهنه على هذه النظريات او لا يمكن البرهنه على هذه النظريات مع ذلك بكل الاحوال هذه النظرية كان لها تأثير كبير جدا على الفكر الحديث حتى أن أينشتاين نفسه عندما أتى بنظرياته العظيمة الحقيقية لم يمس تصورات أو حتى يقتحم أو يدخل في حياتهم الخاصة مثل ما فعل فرويد فرويد دخل إلى أعماق النفس البشرية إذا صاغ فرويد فكرة ومصطلحاته في محيط المناطق المجهولة من العقل فصارت نظرية فرويد هي جزء من حياتنا اليومية. إذا هذه التعاليم الفرويدوية دخلت لك في جميع معارف العلوم، في جميع معارف في جميع حياتنا. بالأدب نعم، بالفن، بالدين علم الأجناس البشرية نعم، التعليم، القانون، علم الاجتماع بأكملها. علم الإجرام، تاريخ تاريخ حياة الأفراد نعم وغير ذلك من الدراسات ومن العلوم التي تخص المجتمع والفرد كلها دخلت بها نظرية التحليل النفسي رغم كل هناك بعض الضوء في هذا في هذه التعاليم اللي لا أحد ممكن أن أو ممكن أن تتقبل النقد أحد النقاد غير الأوفياء يعني أبدأ ملاحظات على نظرية التحليل النفسي عند فرويد قائلا عندما انتشرت نظريات فرويد عندما اتت هذه النظريات الى الوجود اي انسان عامي عندما يقرا هذه النظريات سوف يكتشف ان فرويد هو اعظم مفسد للسرور في تاريخ الجنس البشري في تاريخ الفكر البشري على الاطلاق نظريات فرويد تحول لك مزاح الانسان ومرحه الى كبت حزين غريب انه هذا الانسان يضحك وبالاصل الدكبة كبت داخله حزن عميق. العداوه حسب فرويد موجوده في جذور الحب. الضغينه موجود في اصل الرقه. الزنا بالاقارب موجود في المحبه البنويه حسب ما يقول فرويد. الاجرام موجود في السخاء. كراهيه الاب شيء عادي، كراهيه الاب المكبوته عند الابن. على اعتبارها امر عادي طبيعه بشريه عادية وموروثة هذه الأمور غريبة عند فرويد سوف تحظى بنقد لم ينتهي لحد هذه الساعة مع كل ذلك فبسبب فرويد تختلف فكرة الناس اليوم عن أنفسهم يعتقدون أن أفكار فرويد على سبيل المثال مثل تأثير عدم إكمال الإدراك على الوعي مثل الأساس الجنسي لاضطراب بظائف الأعصاب مثل وجود الغريزة الجنسية لدى الأطفال وأهميتها مثل وظيفة الأحلام عقدة أوديب الكبت في المقاومة قراءة الأفكار بأكمل هذه الناس الحال الآن يعتقدون أن هذه الأفكار أمور عادية طبعا بقتها لم تكن عادية أيضا نضيف لها إن عيوب الإنسان مثلا فلتات اللسان نسيان الأسماء عدم القدرة على تذكر الروابط الاجتماعية هاي بأكملها تتخذ أهمية جديدة عند نظر إليها من وجهة نظر فرويد كانت أمور جدا عادية لا أصبحت تحت المجال أصبحت أمور يحسب لها حساب لذلك من الصعب الآن إدراك مقدار التعصب الذي كان على فرويد أن يتغلب عليه الصعوبات التي كان على فرويد في وقته في وقت نشر هذه النظرية أن يتغلب عليها مؤكد ان فرويد عانى اكثر مما عانى داروين وكوبرنيكوس بالامكان الرجوع الى حلقات داروين وكوبرنيكوس ولد فرويد في النمسا عندما ولد فرويد لم يكن كتاب اصل الانواع تشارلز داروين قد ظهر فرويد ولد سنة 1856 كتاب أصل الأنواع ظهر بعد 10 سنوات 1859 أسلاف فرويد كانوا من اليهود مثل أسلاف كارل ماركس حاخامات أصلا يعني رجال دين يهود لكن فرويد على عكس كارل ماركس عنده قول يقول بقيت, يهو بقيت يهوديا كارل ماركس تعرفون أنه والده تحول من اليهودية إلى المسيحية البروتستانتية بسبب أنه بقت المكان اللي كان نوبيه بألمانيا ما يتقبل يهود أو حتى الكاثوليك فبسبب تجاري تحول من الديانه اليهوديه الى الديانه المسيحيه وفرويد مع ذلك يدين لوالده تاجر الصوف اليهودي بعده امور والد فرويد كان عند ارتياب حكيم في تقلبات الحياه غير المؤكده ايضا كان عنده من عاده والد فرويد انه دائما عندما يذكر اي مبدا اخلاقي يجد قصه تناسب هذا المبدا في التوراه قصه يهوديه وايضا والد فرويد لم يكن عنده اي اعتقاد بامور الدين. هذه الامور سوف يكون لها تاثير من والد فرويد الى فرويد. اما والده فرويد اللي عاشت حتى بلغت عمر 95 سنه، شخصيه جمة النشاط وافرة الحوية الحيوية، كانت امراه نشطه، كانت امراه شخصيه قويه. ومع ذلك كان ابنها فرويد هو مولودها البكر واحب ابنائها له على اثر ذلك سوف يكتب فرويد فيما بعد ان الانسان المتمتع بالحظوه غير المترازع عليها لدى امه هذا الانسان سوف يحس طول حياته بمشاعر القهر وهي الثقه بالنجاح الذي يحس غالبا على النجاح الحقيقي. اذا فرويد يولع في بداية حياته بنظريات دارون بنظرية التطور الدارون لماذا؟ لأن فرويد أحس بأن نظرية التطور الدارون هذه النظرية توحي بآمال عظيمة في تقدم خارق لمفهومنا عن العالم بأكمله وبالفعل مع ذلك رغب في أن يكون طبيب هذا الأمر شجعه أن يكون طبيب فالتحق بجامعة فيينا من أجل أن يدرس الطب ينال يعني البكالوريوس سنة 1881 قبل وفاة دارون بسنة واحدة وبعد وفاة قبل وفاة ماركس بسنتين بعد ذلك يعين طبيب امتياز مقيم في المستشفى العام يستمر مع ذلك في دراسة علم الأعصاب وتشريح المخ يحدث أمر مفاجئ على أثر هذا الأمر المفاجئ تتغير حياة دارون المهنية على الأقل إلى الأبد هذا التغير الذي انتهى بولادة فرويد العالم برسوخ شهرته العالمية عند صديق جوال يذهب إلى جمع مدن أوروبا هذا الصديق سحب فرويد معه إلى باريس من أجل أن يعمل تحت أمرة رجل اسمه جان شارغو هذا كان شارجو، وقتها كان أهم أستاذ في فرنسا في علم الأعصاب، واسع الشهرة إلى درجة جدا كبيرة، إذا درجة جدا كبيرة، وهذا الرجل كان أخصائي في الأعصاب. فصديق داروين أخذ داروين من أجل أن يدرس مع شارجو. حظي بالاتصال المباشر بأعمال شارجو في الهستيريا، وعلاجه لها بالتنويم الإيحائي المغناطيسي. هذا التنويم المغناطيسي سوف يصبح مثال إعجاب فرويد أنه شارجو يستطيع أن يبرهن على صحة الظواهر الهستيرية وكثرة حدوثها بالنسبة للرجال كذلك أحداث الشلل الهستيري كذلك انقباض العضلات الهستيرية كلها عن طريق التنويم المغناطيسي بنفس الوقت مشابهاتها في مظهرها عموما بنوبات الهستيرية الحقيقية استطاع دارون أن يكون فكرة كاملة عن هذا الأمر من خلال التنويم المغناطيسي، لكن للاسف هذه الافكار الفرويدويه عن الهستيريا ومعالجتها عن طريق التنويم المغناطيسي عندما رجع الى فيينا لم يستطع ان يقنع زملاء الاطباء باي اساس علمي لعلاج الاضطرابات العصبيه بطريقه شاركو التنويم المغناطيسي. لم يستطع اقناعهم، الادهى من ذلك انه تم معاقبه فرويد على هذه الاراء المتطرفه بان تم استبعاده من معمل تشريح المخ. منذ ذلك الوقت سوف يصبح فرويد شخصيه منعزله. ينسحب لك من الحياه الاكاديميه، ينقطع عن حضور اجتماعات جمعيات العلماء. بعدها اثناء ممارسته الخاصه بالطب سوف يستمر عده سنوات طويله يجري تجارب على التنويم المغناطيسي، لكن مع ذلك سوف يضطر الى هجر التنويم المغناطيسي لعده اسباب، من ضمنها أنه, انه لم يخضع التجارب الا عدد قليل من الناس، وثانيا لان التنويم المغناطيسي في بعض الاحيان ينتج اثار مفجعه على الشخصيه اللي ينومها، بالتالي سوف يستعيض يستعيض فرويد عن كل ذلك بتطور الطرق المعروفة باسم المشاركة الحرة بمعنى أن الطبيب يجلس على رأس مريض نائم مدد ويقول لفرويد احكي تكلم قل بشكل حر اللي يخطر ببالك أي شيء هذا يسموها المشاركة الحرة والتي سوف تكون بعد ذلك مهنة أساسية في التحليل النفسي الأصلي لا جدال في أن فرويد هو مؤسس طب الأمراض العقلية الحديث لأنه قبل عصر فرويد قبل وجود فرويد كان طب الأمراض العقلية يتناول أغراض الجنون فقط مثل انشقاق الأنف أو مرض العقل الجنوني الهبوطي هذا اللي يحتاج إلى أن يوضع المريض أين في مستشفى الأمراض العقلية بعد فرويد لا بدأ فرويد عمله السريري الإجلينيكي بدأ بعلاج حالات الكبت التنازع العصبي وسرعان ما استنتج فرويد انه مثل هذه التنازعات ليست قاصره على مرضى الاعصاب ابدا بل ايضا انها تصيب الناس السليمين الناس سليمين العقول ممكن ان تصيبهم بالاضافه لذلك توصل الى انه الاضطرابات العصبيه ليست امراض بالمعنى الصحيح بل هي حالات نفسيه للعقل كانت المشكلة الكبرى اللي كانت أمام مفرود هي كيفية علاج هذه الاضطرابات العقلية الواسعة الانتشار كيف ممكن أن نعالج هذه الأمور بأي آلة كيف نشخصها مع ذلك بناء على ملاحظاته بناء على تجاربه بناء على ممارساته الكثيرة في علاج كثير من المرضى في فيينا في وقتها يقوم فرويد ببناء أسس التحليل النفسي في أواخر ذلك القرن. كان فرويد من أعظم كتاب العلوم الكثيري التصانيف في عصرنا. لا يمكن أن تجد مجموعة أفكار جديدة آراء بالسيكولوجيا التي خرجت من قلمه في أي كتاب فرد أو صحيفة واحدة أبدا. لذلك من المحتمل إنه كان ينظر. فرويد الى مؤلفه العظيم تفسير الاحلام، هذا الكتاب اللي تعمد ان يصدر سنه 1900 حتى يكون فاتح القرن الجديد كاعظم كتاب او كاكثر كتاب حبيب الى نفسه. هذا الكتاب تفسير الاحلام يضم لك جميع الملاحظات الاساسيه التي توصل لها فرويد والاراء المهمه جدا. في احد مؤلفاته الاولى قبل تفسير الاحلام دراسة اسمها دراسات في نشر سنة 1895 هذه الدراسة ذكر اعتقاده بأن الاضطرابات الجنسية هي العامل الأساسي وأهم أسباب الاضطرابات النفسية والاضطرابات العصبية توصل إلى أنه الاضطرابات الجنسية أهم أسباب الاضطرابات العصبية أو كذلك الاضطرابات العصبية النفسية يعني نستطيع أن نقول هي أحد أحجار الزاوية في نظرية التحليل النفسي فيما بعد فرايد بعد في, في السنوات القليلة التالية سوف يكتب آراء في المقاومة يكتب آراء في انتقال الأفكار يكتب آراء في مشاكل الجنس في عهد الطفولة يكتب آراء في العلاقات بين الذكريات البغيضة والأحلام يذكر اراء عن ميكانيكيات ميكانيزم الدفاع اراء عن الكبد اذا يبين ملخص موجز لنظريه التحليل النفسي النظريه الاساسيه عنده شيء من تعقيد التحليل النفسي كيف؟ اولا كلمه الامراض العقليه وكلمه الامراض العقليه النفسيه هذين ليستا مترادفتين بحيث يمكن اعتبار الامراض العقليه النفسيه جزء من الامراض العقليه. بالتالي ممكن ان نطبقها على اشد الحالات اضطراب للشخصيه. صعوبه، مهما كانت هذه الحالات صعبه نستطيع ان نعتبرها اضطرابات عقليه. ايضا يمكن تعريف التحليل النفسي بانه شكل او فن علاجي من اجل مداواه الاضطرابات العصبيه والنفسيه بنفس الوقت. مع ذلك في تقرير حديث يوجد فقط 300 اخصائي في التحليل النفسي من بين 4000 طبيب نفسي حاليا في الولايات المتحده الامريكيه. مع ذلك لم يعجب العلاج الفريدوي اشخاص كثيرين الا نادرا ولو بالقليل في بدايه القرن. واعتبر حالات سوء التكوين النفسي في الافراد على اعتبار مثلا أعراض مثل الخلل الاقتصادي، الخلل الاجتماعي، الخلل الثقافي العالم المعاصر كان كل غرضه مهاجمة المرض جذريا. هذه الحلقة الأولى عن فرويد، عندنا حلقات أخرى وشكرا